غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى. بهزار ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحقق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ هي فين العيله دي؟ العيله راحت وخلاص، خلاص انتهت، عمري راح عشانكم، ضيعت عمري، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خسارة شقة عمري عليكم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص هتسجله بإيدك؟ ده أمر ولازم أنفذه، وأنا مش هنزل لك كلمة أشرف. أنا لا هقاوم ولا ههرب، خلاص تعبت من لف ودوران، عايز اهدى بقى. يمكن السجن كل دواء. انا همشي، همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. اتفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا. عشرة بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. يلا مختار، مختار، مختار. يا أمي سامحوني كلكم، والله كانت نيتي سليمة بس خانتني الطريقة. معلش بقى، عيل جاهل وغلط. مختار،